جاهز؟ طيب عند المايكات شغالة عندك؟ بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، شغالة تمام؟ يلا بينا. دلوقتي أنا هنطق جملة بطريقتين وتقول لي أنهي واحدة فيهم صح. Our house is nice. Our house is nice. طبعا انت قلت الاولى هي اللي صح والتانية هي اللي غلط، لكن للأسف يا صديقي الاتنين صح. دوت معناه ايه؟ ده معناه ان الكلمة دي O-U-R ممكن تقولها our our زي ما بنقولها عادي our، او ممكن تقولها r r r زي حرف ال r كده. يعني انا ممكن اقول our house is nice او our house is nice. ودلوقتي تعالوا نسمع كام جملة كده من الأجانب. And protect our planet for future generations. And protect our planet. Protect our planet. Important part of our renaissance or our new life. Of our renaissance or our new life. No pastor ever came near our house. Came near our house. Came near our house. دلوقتي بقى انا هنطق لك الجملة دي بطريقتين. That car is ours. That car is ours. نفس المثال الاولاني. الكلمة دي O-U-R-S هننطقها برضو بطريقتين والطريقتين صح. ممكن اقولها ours ours او ours ours ours. ومعنى that car is ours يعني العربية دي بتاعتنا، العربية دي ملكنا احنا. That car is ours or that car is ours. ما تيجوا نسمع شوية جمل من أجانب تاني. See what a crazy person look like. The laws are ours. The laws are ours. Here's some more data. Ours is the blue line. Ours is the blue line. It's expectations, and we in California have ours. And we in California have ours. And we in California have ours. طيب الخلاصة ايه؟ الخلاصة ان الكلمة دي انت ممكن تقولها our عادي جدا او our، بس لما تيجي تسمع الاجانب في وسط كلامهم هما بيقولوها our our مش our، فخلي بالك. الحاجة التانية ان الكلمة دي ممكن تقولها ours او ours ours، بس الاجانب طبعا بيقولوها ours في معظم كلامهم. بس كده. That's it for today. Thank you so much for watching and please do not forget to subscribe to our channel on YouTube. Bye bye. المصادر تحت، مصادر تحت بقى تشوفها. السلام عليكم.